السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما اتكلمنا على الاوبريشنال ايشوز، النهارده ان شاء الله نتكلم على الهيومن ايشوز. بالنسبه للهيومن بقى ايه هم؟ عندي حاجتين. اول حاجه organizational بروبلمز، هنشوف الباور والريسبونسبيلتيز، القوه ومسؤوليه كل واحد. بعد ما اتكلمنا على organizational بروبلمز، فاضل لي ايه بقى؟ بيبل بروبلمز نفسهم. هنشوف ايه الاوتسايدرز والانسايدرز. الاوتسايدر اللي هم الاتاكرز اللي بيدخلوا مثلا على سيستم ويلعبوا فيه، يوقعوا ويسرقوا بيانات وهكذا. الانسايدرز ممكن حد يكون شغال معاك، يكون مثلا من غير قصده مثلا لعب في السيستم، من غير قصده مثلا غير حاجه في السيستم فوقعته، حصل له داون تايم. فبس كده، ده كان هيومن ايشوز. بس كده كان فيديو النهارده. ما تنساش give me thumbs up and peace out.